القبر لطيار معاذ الكساسبة الذي قتله تنظيم الدولة الإسلامية حرقا، وبث شريطا مقززا لهذه العملية على الإنترنت، فيما قطع الملك عبد الله الثاني زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتوجه عائدا إلى الأردن. مقتل الكساسبة أثار ردود فعل غاضبة في الشارع الأردني. مراسل بي بي سي بول آدمز وافانا بهذا التقرير من العاصمة الأردنية عمان. كساسبي الطيار المقاتل المسلم ذو 27 ربيعا المفقود منذ سقوط طائرته في سوريا قبل نحو 6 أسابيع، هو الآن أول فرد من قوى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة يقتله تنظيم الدولة الإسلامية. الجميع في الأردن سمع الخبر، وبعدما كانوا يأملون في إطلاقه باتوا يواجهون اليوم غضبهم باتجاه القتلى. والد مراد والعائلة تركوا العاصمة باتجاه منطقتهم الكرك بعد سماعهم بالنبأ. The picture of the region will be changed. صورة المنطقة سوف تتغير، هذا يعني أن القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية وكل الإرهابيين سيكون أقوى وأشد حزما وأكثر فاعلية. الجيش الأردني قال إن دماء الكساسبي لن تذهب هدرا وتوعد بعقاب. الملك عبد الله الثاني قطع زيارته إلى الولايات المتحدة. تلك الزمرة المجرمة الضالة التي لا تمت لديننا الحنيف بأية صلة، لقد قضى الطيار الشجاع معاذ دفاعا عن عقيدته ووطنه. المزاج العام في عمان يسوده الغضب، كثيرون تابعوا التسجيل مرارا على شاشات التلفزيون وهم يتحدثون عن الثأر. أنا بعتقد بأن هذا التنظيم لابد من موقف دولي حاسم وعربي بالذات تجاه هؤلاء الأشخاص، لأنه هو أصبح الآن عنده عقد نفسي وبالتالي أصبح وباء. هذه المرأة ساجدة ريشاوي يقولون إنها يجب أن تموت أولا. انتحارية فشلت في تفجير نفسها قبل 10 سنوات وهي الآن في السجن. الأسبوع الماضي عرض الأردن إطلاق سراحها مقابل إطلاق الكساسبة. كان لتنظيم الدولة الإسلامية أفكار أخرى فعرض إطلاق الصحافي الياباني كينجي جوتو بدلا من الكساسبة، لكن التنظيم قتل الياباني نهاية الأسبوع الماضي. أما الطيار الأردني فيبدو أنه قتل قبل أسابيع عدة. العاهل الأردني الذي كان في زيارة إلى الولايات المتحدة التقى الرئيس الأمريكي باراك أوباما وناقش معه الموقف في المنطقة ودور الأردن ضمن قوات التحالف الدولي قبل أن يقطع زيارته إلى الولايات المتحدة ويعود إلى الأردن. وقد دعا الملك عبد الله الأردنيين إلى الوحدة في مواجهة المصاب الذي ألم بالبلاد. خرج مئات من الأردنيين في العاصمة الأردنية عمان يطالبون الملك عبد الله الثاني بفتح الحدود كي يقاتلوا تنظيم الدولة الإسلامية الذي قتل الطيار الأردني معاذ الكساسبة. أما في منطقة الكرك مسقط رأس الكساسبة فسادت مشاعر من الغضب والحزن تخللها بعض أعمال الشباب. في عمان خرجت الجموع تطالب الملك بفتح الحدود للثأر. تظاهرات ردد المشاركون فيها شعارات مناهضة لتنظيم الدولة الإسلامية. هؤلاء توجهوا نحو القصر الملكي الذي ينتظر وصول سيده الملك عبد الله الثاني بعدما قطع الأخير زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية على أثر شيوع النبأ. دم بيكو! خذوا معاك دم بيكو! يا أبو حسين افتح الحدود! أما في الكرك في جنوب البلاد فكان المشهد مؤلما. هنا مسقط رأس الطيار الأردني، وفي منزل العائلة في بلدة العي حال من الحزن طغت. هذه مشاعر هزت كل المواطنين الأردنيين.
الشعب الأردني، لأنه يعني منظر يعني لا يرضى لا مسلم بأي دين يعني ينتمي هذا داعش. أعمال شغب رافقت الغضب الشعبي في تلك المنطقة التي تطغى فيها تركيبة اجتماعية عشائرية. شبان غاضبون وفق ما تناقلته وسائل إعلام محلية أحرقوا هذا المقر الحكومي في البلدة المكلومة. قال الناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني إن رد الأردن على قتل طيار معاذ الكساسبة على يد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية سيكون حازما وقويا. وأضاف المومني أن غضب الأردنيين سيزلزل صفوف التنظيم على حد تعبيره. نشكك بوحدة الأردنيين في وجه هذا الشر فسنريهم البرهان. إن من كان يشكك بأن رد الأردن سيكون حازما ومزلزلا وقويا فلسوف يأتيهم البرهان، وسيعلمون أن غضب الأردنيين سيزلزل صفوفهم. إن الطيار الشهيد لا ينتمي لعشيرة بعينها، ولا هو ابن محافظة بعينها، بل هو ابن الأردنيين جميعا.